قد لا تصدق، ولكن هذه هي الحقيقة. هل تعرف شيئا عن الإسلام في هذه الدولة؟ هي واحدة من أغنى شعوب الأرض، وقبل قرن من الزمن لم يكن فيها ولا إسلام ولا مسلمين أصلا. اعترفت الحكومة بالإسلام في هذه الدولة كدين رسمي عام 1969، وبني أول مسجد في العاصمة عام 1974. أما اليوم ثلث سكان العاصمة فقط مسلمون. اليوم اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة هو الاسم الأكثر انتشارا في العاصمة منذ سنة 2008. دولة النرويج، نعم دولة النرويج، مملكة النرويج الأوروبية. أسلم الشاعر والأديب وصاحب النشيد الوطني النرويجي هنريك فيرلاند في القرن 19، وهو أشهر مسلم نرويجي في العصر الحديث والمعاصر. عام 1973 كان عدد المسلمين في النرويج حوالي 7000 مسلم فقط. عام 2000 وصل عدد المسلمين في النرويج إلى أكثر من 65000 مسلم. عام 2007 يقول أودبيورن لايرفيك، وهو أستاذ الديانات في جامعة أوسلو، بأن عدد المسلمين في عام 2007 بلغ 145000 مسلم. عام 2018 نشرت إحصائيات تشير إلى وصول نسبة المسلمين إلى 5% من نسبة السكان البالغ عددهم حوالي 5 مليون نسمة في النرويج طبعا. من مسجد واحد قبل أقل من نصف قرن في العاصمة إلى عشرات المساجد الكبيرة والمصليات والمراكز والجمعيات الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية في العاصمة أوسلو وحدها. يقولون هناك أيضا أن النرويج تتغير تلقائيا لصالح الإسلام، وتعزز هذا الشعور عقب تحويل بعض الكنائس في النرويج إلى مسجد، وتعزز أكثر بعد صدور إحصائية تؤكد أن عدد المسلمين المسجلين في المنظمات الإسلامية سنة 2019 سجل زيادة تقارب 90% على عدد المسلمين المسجلين عام 2009، والذي كان آنذاك 90700 مسلم في النرويج طبعا. تقول وسائل الأعلام المحلية أن المواطنين النرويجيين يقبلون على التعرف على الإسلام واعتناقه بشكل كبير جدا، وهو ما أدى إلى زيادة أعدادهم بنسبة كبيرة. وقال الباحث بقسم تاريخ الأديان في جامعة أوسلو آرن فوغ، قديما كانت النساء في النرويج يعتنقن الإسلام عبر الزواج، لكن هذه الظاهرة تغيرت الآن. النساء اليوم يبحثن عن الإسلام ويقرأن الكثير من الكتب والمصادر عنه. طبعا حدث كل هذا ويحدث كل هذا في ظل الحملات الإعلامية التشويهية والتحريضية الممولة التي بدأت قبل أكثر من 30 سنة وما زالت مستمرة إلى الآن. يريدون أن يطفئوا نور الله بها ويمنعون انتشار الإسلام، ولكن هيهات. أضع طبعا في وصف الفيديو بعض الروابط للمقالات حتى تطلع أكثر على الإسلام وتطوره في مملكة النرويج الأوروبية.